بس امبارح برضو للاسف الشديد كان لينا ضربه جزاء ما اتحسبتش زي ما حضرتكم اكيد تابعتوا، لما لاعب المريخ دخل وبشكل يعني واضح للجميع على قدم محمد شريف، للاسف الحكم يعني ما حسبهاش، وده اللي نرفز شريف برضو في الملعب وكان واضح للجميع. الاخطاء التحكيميه مستمره للاسف الشديد، بجانب يعني ان عدم كمان تطبيق تقنيه الفار في دور المجموعات امر برضو عليه علامات استفهام ومبرراته اغرب. يعني لما تيجوا تسالوا كده هو ايه اللي حصل بالظبط، يقول لك ان في بعض الملاعب غير مؤهله لتفعيل الفار. يعني انت بتتكلم ان احنا 2022 ولسه في ملاعب ما ينفعش ان انت اصلا تفعل فيها الفار، حاجه غريبه جدا ومش داخله دماغ البعض، ويمكن انا منهم بصراحه. بس على كل حال نتمنى ان يكون في تدارك لهذه الاخطاء ويكون في نهايه ليها. بس خلينا نعرف هل ده اصلا ممكن ولا لا من كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي اللي معانا دلوقتي على التليفون. كابتن ناصر صباح الخير على حضرتك. صباح الفل. صباح الخير عليك نوان، وصباح الخير عليك كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي. يعني حضرتك شاهدت اكيد برضو امبارح سلسله الاخطاء التحكيميه اللي مش جديده علينا زي ما انا كنت بقول، بس يعني خلينا نعرف تفاصيل من حضرتك اكتر، هل الموضوع ده هيبقى ليه نهايه ولا لا؟ او قبل ما نروح للنقطه دي اصلا، شفت ازاي الخطا امبارح تحديدا؟ اتفضل يا كابتن. اولا انا عاوز اقول حاجه مهمه جدا، ان مش كل مره النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي سوف تتحمل اخطاء تحكيميه مؤثره في نتائج المباراه. صحيح. النادي الاهلي يعني عليه ضغوط كثيره جدا، مش هينفع كمان يبقى عليه ضغوط تحكيميه سواء في المباريات الافريقيه او المباريات المحليه. دي بس مبدئيا النادي الاهلي النهارده يعني بينقذ احيانا الحكام من الاخطاء التحكيميه الفادحه. وانا بقول الكلام ده وليس يعني مش مجامل ابدا، ولكن النادي الاهلي امبارح بفوزه طبعا بيقول له الف مبروك على الاداء وعلى النتيجه وعلى الفوز بثلاث نقاط، وانقذ الحكم امس من الاخطاء الفادحه المؤثره. انا هقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا، هذا الحكم يعني لا يملك ابدا الف ب القدره على قياده اي مباراه، خاصه في هذه المباراه الصعبه. نمره واحد، هو يفتقد الى التمركز والتحرك في ميدان اللعب، يفتقد حتى في تقديره للاخطاء الفنيه للاسف الشديد. عايز اقول ان هو امبارح كان سبب في ان هو يحرم النادي الاهلي، مش هقول لك الجزاء واحده، لا، على الاقل ركلتي جزاء لمحمد شريف. الاولى هو يبعد عن الحاله تقريبا 30 متر او 30 يارده، وده مش موجود خالص في التحكيم، خاصه في عدم وجود تقنيه الفار. الحاله الثانيه الخطا، مش عاوز اقول اني اسهل ركله جزاء لمحمد شريف، هو اللاعب المدافع يركل بالقدم القدم ولم ينجح في لعب الكره، ومع ذلك لم يحتسب ركله الجزاء. هقول لك على حاجه مهمه تاني، المباراه اللي قبل ديت كانت مع نادي الهلال السوداني. في الدقيقه 70 رضوان جيد كان هناك مخالفه تستوجب بطاقه حمراء لحارس مرمى الهلال طبقا للقانون، مش بنجيب كلام من عندنا، وهي فرصه محققه كانت لاحمد عبد القادر. احمد عبد القادر كان منفرد تماما، الحارس خارج منطقه الجزاء ولعب الكره بالايد. هنا بنقول دي فرصه محققه. النهارده لو النهارده موجود تقنيه الفار، اولا رضوان جيد لم يشاهد الحاله، والمساعد الاقرب لم يشاهد الحاله، والمساعد الثالث لم يشاهد، والحكم الرابع، يبقى النهارده لابد ان النهارده تكون موجوده تقنيه الفار. هو الاتحاد الدولي النهارده بيسعى مع المجلس الدولي التشريعي اللي هو البورد، مع لجنه الحكام في الاتحاد الدولي، بيسعى لتطوير منظومه التحكيم، وعشان كده طبق تقنيه الفيديو التي هي على الاقل بتحقق العداله في مثل هذه الحالات. انا عندي لحضرتك سؤالين يا فندم بعد اذن حضرتك. يعني اولا يعني عايز اعرف يعني رد او احساس حضرتك، مجرد حتى الاحساس، لما كانت نهاوند بتقول ان من ضمن الاعذار اللي بتتقال في الكثير من الاحيان لعدم تفعيل خاصيه الفار او تقنيه الفار هو ان الملعب غير مؤهل لتفعيل الفار. طب ما لو الملعب غير مؤهل لتفعيل الفار، المفروض بالمنطق يبقى غير مؤهل ان يتلعب عليه مباريات اصلا وبطولات، ده رقم واحد. الرقم الثاني او السؤال الثاني، حضرتك برضو تفضلت من شويه وقلت ان حكم مباراه الامس طبقا لملاحظاتك انت وتقييمك ورؤيتك الشخصيه بيفتقد الى التمركز في الاماكن المناسبه، بيفتقد الى التواجد على مسافات قريبه من الاحداث، وخصوصا لما تكون في يعني قرب مرمى من المرميين، فبطبيعه الحال لازم يكون متواجد بشكل اقرب بكثير. طب هو فاضل ايه؟ يعني كحكم بيحكم في مباراه ومباراه هامه، فاضل ايه؟ يعني ايه المهارات الثانيه اللي متبقيه عنده واللي بموجبها هو حكم هذا اللقاء؟ تمام كريم، خلينا نتكلم في النقطة الأولى حضرتك أثرتها، اللي هي الملاعب لا
تصلح لي. لا الكلام ده طبعا مش مظبوط ابدا، لان من غير المعقول ابدا دوله كامله مثلا زي السودان او زي جنوب افريقيا او زي اي دوله ما فيهاش ملعب واحد يعني يتوفر فيه الشروط اللي هي او معايير القانون كره القدم اللي هي الماده واحد، استحاله ابدا. ولكن هم يفتقدوا الى المعدات اللي هي بتطبق تقرير الفار. خلينا بس نتكلم بشكل واضح، لان المفترض الاتحاد الافريقي هو منوط بان هو يوفر اللي هي المعدات اللي هي خاصه بتقنيه الفيديو، لان بعض الانديه يعني ما عندهاش القدره على ذلك، ودي مشكله الاتحاد الافريقي. وزي ما اقول هرجع نقطه ثانيه مهمه جدا، لم يبقى عندك حكم ضعيف المستوى يعني ما عندوش الشخصيه التحكيميه مش قادر يقود مباراه بهذا المستوى، من فضلك في عدم وجود تقنيه الفار لو سمحت عين حكم يكون عنده القدره ان هو يدير هذه المباراه. هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا جدا، في لعبه امبارح تلخص كل اللي احنا بنقوله على مستوى هذا الحكم الضعيف جدا جدا المتردد في الاخطاء. في لعبه في نص الملعب وهي طبقا للقانون لعبه تم ارتكاب مخالفه للاعب نادي الاهلي في نص المنتصف الملعب. هنا المفترض ان القانون بيقول لك ايه؟ تطبيق مبدا اتاحه الفرصه. خلي بالك كريم ان اللعبه ديت اللعبه دي هو صفر وقف اللعب فيها. اللعبه ديت اتنقلت للاعب نادي الاهلي كان في موقف سليم رايح منفرد تماما 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 بالمره. اما النهارده لما القانون بيقول لك طبق اتاحه الفرصه وقعت الفائده للفريق اللي تم ارتكاب ضده الخطا او وقعت الافضليه ليه طالما انت شايف ان ممكن يروح يجيب جول. هذا الحكم امبارح عمل حاجه غريبه جدا جدا. اللعبه دي راح موقف فيها للاسف ولم يشهر البطاقه الصفراء ولم يشهر البطاقه الحمراء واجهد هجمه كان من الممكن ان تحقق هدف للنادي الاهلي. ده دليل على ان هو ليس له قراءه، ما عندوش قراءه، ما عندوش حس تحكيمي، مستواه ضعيف جدا جدا، وانت بتحطه في مباراه ما فيش فيها تقنيه الفيديو. طب معلش كابتن ناصر اروح مع حضرتك لنقطه هنا وغالبا يعني اعتقد ان هي مش اول مره برضو نسال فيها. طب اختيار الحكام بناء على ايه؟ ما هي دي نقطه. تاني حاجه التقييم اللاحق للمباراه ده بيتم ولا لا؟ ثالثا لما يكون في تقييم والتقييم يجي سيء لحكم ما بيحصل ايه؟ خلينا نعرف من حضرتك برضو. تمام كلامك وسؤالك مهم جدا جدا جدا. انا النهارده المفروض انا كلجنه التعيينات في الاتحاد الافريقي النهارده بعين الافضل، الافضل دوت من خلال ايه؟ من خلال القدره على قياده المباراه او اداره المباراه، القدره عنده لياقه بدنيه عاليه جدا جدا، ازاي بقى عنده قراءه طرق ولعب واساليب الفريقين، ازاي بقى عنده الحس التحكيمي والموهبه التحكيميه خاصه في عدم وجود تقنيه الفار. لو تقنيه الفيديو موجوده ما عنديش مشكله، لان احيانا الاخطاء الفيديو بيراجعها وبيصلحها للحكم. انما نتكلم في تعيينات الحكام، هنا عندنا في تصنيف للحكام. يمكن انا سمعت كابتن سيد بيتكلم على هذا الحكم، خلي بالك الحكم ده كان كمان مردوده في بطوله الامم الافريقيه اللي كانت موجوده في الكاميرون، كان مردوده ضعيف جدا جدا جدا. من غير المعقول النهارده انك انت حضرتك بتعينه في مباراه تحدد ممكن من يصعد ومن لا يصعد، ودي مشكله كبيره جدا جدا. زي ما قلت لحضرتك ان في عدم وجود تقنيه الفار لابد اختيار الحكام، واحنا قلنا عندك تقييم، انت ليه بتبعت مراقبين للحكام بيراقبوهم في هذه المباراه؟ اكيد بتجي لك تقارير وبتجي لك تقارير مفصله عن كل حكم، لابد انك انت تبقى انت عارف ازاي من هو الذي يقدر على هذه المباراه الكبيره ومن لا يقدر. دي مشكله التعيينات في الاتحاد الافريقي، التعيينات بتبقى فيها مشكله اللي بيعين. ولكن انا بقول حاجه مهمه جدا، احنا النهارده الاتحاد الدولي بيسعى لتحقيق العداله التحكيميه. انا شايف بامانه ان النادي الاهلي النهارده مش بيلعب تحت ضغوط المباريات فقط، لا والله النادي الاهلي النهارده بيلعب تحت ضغوط كمان تحكيميه تؤثر في النتائج، مش ليه هو بس، تؤثر في نتائج المنافسين. حصل بالظبط. فالنهارده انا بقول اهو الحكم اللي ما عندوش الشخصيه التحكيميه وليس قادر ان يقود المباراه تحت اي ضغوط وليس قادر على تحقيق العداله التحكيميه، بقول له من فضلك لم اللبس بتاعك واقفل عليه واقعد في البيت اتفرج، ما تحكمش، لانك انت النهارده هتنزل تظلم بقراراتك التحكيميه الغير عادله. صحيح صحيح والله، احسن نصيحه. وبعدين يا كابتن يعني واحنا ليه دايما عندنا مشكله في التحكيم والاخطاء التحكيميه تحديدا في افريقيا؟ ما ده شيء يسيء حتى للاتحاد الافريقي لكره القدم اللي المفروض انه يكون حريص على تغيير الصوره النمطيه اللي بقينا نشوفها بشكل يعني
شبه دائم، يعني ما فيش حكم في الدنيا يخلو من الأخطاء، ولكن كواليتي الأخطاء وحجمها بتفرق كتير حكم عن حكم. فدايما في الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية ما بنشوفش فيها كواليتي الأخطاء التحكيمية اللي بتطلع من حكام أفارقة، ده أكيد بيعطلهم وبيأخرهم حتى هم شخصيا عن المشاركة في كأس العالم، في بطولات دولية كتيرة، نظرا لأن في، مش عايز أقول يعني شبهة سوء سمعة، ولكن تقييمهم لا يرتقي. ولا حضرتك شايف إيه؟ شوفي كريم، انا برضك مش عايز اقول بتفق معاك عشان ما يقولوش ان انا كل مره بتفق معاك ومع نهوان. تعالى اختلف، ايه رايك؟ احنا وراناش حاجه كده كده. هقول لك على حاجه جميله جدا وهضرب ليك مثل مباراه اقيمت منذ بالظبط 3 ايام، ديربي السعوديه، دوري السعوديه ما بين النصر والهلال. الحكم كان سيرجي كارسيف، حكم طبعا هو حكم من بره، كان بيدير هذا اللقاء. النتيجه كانت فوز نادي الهلال 3-0 لا شيء، ولسه المباراه طويله ولسه فيها الشوط الثاني بالكامل. وتم استدعاء الحكم في حاله بنقول عليها السلوك المشين، وهي بطاقه حمراء مباشره. الحكم سيرجي راح للفار، ما خدش بالظبط 3 ثواني ورجع اشهر البطاقه الحمراء، على الرغم ان نادي النصر كان يعني مغلوب 3 أو مهزوم 3-0. لا ينظر الى النتيجه، ليس له حسابات، ما عنديش مشكله هو مغلوب او كسبان، ولكن انا بنفذ القانون وبنفذ العدالة التحكيمية. صحيح. فريق مغلوب 3-0، الحكم جه طرد لاعب من نادي النصر وما عندوش أي مشكلة ولم يعترض أحد. ليه؟ لأن هو طبق القانون، راح لتقنية الفيديو لما استدعوه وقالوا له تعالى أنت كان المفروض تطرد وما طردتش، تعالى شوف الحالة بنفسك. لما راح شاف رجع طرد، ما قالش إن النصر مغلوب 3 وما قالش إن الهلال كسبان 3 وما قالش إن أنا أدي فيها إنذار بس وكفاية كده عشان المباراة تمشي. هذا الكلام غير مقبول أبدا في التحكيم. المقبول في التحكيم انك حكم تطبق العداله التحكيميه وتطبق القانون وتدي كل فريق حقه. لا، احنا لسه قدامنا كتير نهوان كريم، لابد ان احنا نشتغل على حكامنا. النهارده ما عندكش مشكله، يعني بنقول لك لما تخطئ بنيجي نقول لك خد الحل، الحل انك انت بترجع تشوف قرارك تاني وبتعيده وبتشوف الشاشه. ما عندكش مشكله، طب ايه المطلوب تاني؟ يعني ايه المطلوب تاني للحكام؟ لابد من العمل على رفع مستوى التحكيم والتطوير. صحيح. خاصه في القاره الافريقيه. كمان هقول حاجه مهمه، صحيح. الحكم تاني بقول اللي انت شايفه بيلعب تحت ضغوط او الضغوط تؤثر فيه او على عنده الحسابات، لا، حضرتك ممكن تقعده وتشوف حد تاني افضل ينجح لك المسابقه سواء هنا او هنا. والله كلام موزون. نتمنى وهنتابع مع حضرتك كابتن ناصر، هنروح من بعض فين. شكرا ليك جدا جدا على هذه المداخله، شكرا جزيلا.